سعداء جدا، انا شخصيا سعيد جدا جدا، ولازم اقول كده. ويعني دايما الناس بتقول لي هو انت ليه بتقول الكلام ده على طول؟ لانه جمهور الاهلي يستحق، جمهور الاهلي يستحق التحيه. امبارح في وسط الزخم الكبير خارج قناه النادي الاهلي بيظل دائما ملوك افريقيا مع الشاطر هو الترند رقم واحد لفترات طويله جدا جدا، رقم واحد واثنين الحقيقه لفترات طويله جدا، احنا ما بنحبش رقم اثنين الحقيقه، لكن بنبقى دايما رقم واحد. وبالتالي لازم اشكر حضراتكم، لانه حضراتكم اللي بتعملوا كده، حضراتكم اللي بتوصلونا لهذا المستوى بعدد تويتات كبير جدا في ساعه ونص او في ساعتين، فانا بشكركم طبعا كالعاده. بقول لكم دايما الحقيقه الواحد بيبقى فخور وبيبقى او بيحاول يعمل كل حاجه على قد ما يقدر عشان حضراتكم تبقوا مبسوطين، وهو ده اللي يهمنا في النهاية. عشان كده أنا بشكركم، بشكركم جدا جدا كالعادة. إن شاء الله حلقة النهاردة تعجب حضراتكم، وكل الأسئلة ابعتوها لنا على الحاوي وسمير مع الشاطر. هو النادي الأهلي بينافس مين؟ سؤال دايما بنسأله، هو النادي الأهلي بينافس مين؟ النادي الأهلي بعيدا عن الأندية المحلية اللي ليهم كل الاحترام، ما بتكلمش على حد، ولكن النادي الأهلي بينافس نفسه محليا، ولكن أوروبيا وعالميا بينافس ريال مدريد. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه هذه هي الحقيقة، النادي الأهلي حصل على عدد كبير من البطولات اللي تؤهله لمنافسة النادي الأكبر عالميا وهو نادي ريال مدريد، بناء على الأرقام برضو. يعني رقم واحد ريال مدريد، رقم اثنين هو النادي الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله الحمد لله بنقرب واحدة واحدة، وإن شاء الله خلال السنين السنوات القادمة يكون النادي الأهلي هو الأول على العالم، لأن هو ده دايما المكان اللي احنا بنسعى ليه. رقم واحد هو المكان اللي بيسعى له دائما النادي الاهلي في اي شيء، في اي شيء هنحاول على قد ما نقدر، على قد البطولات اللي بناخدها وعلى قد المجهود اللي بنعمله وعلى قد كل حاجة، النادي الاهلي بينافس نفسه هنا. طبعا ارقام واضحة جدا، وهنا برضو عشان ما حدش ياخد كلامي غلط، انا الحقيقة ما بتكلمش على حد، انا بتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم هنا بينافس نفسه، بره بينافس ريال مدريد وهو المنافس الاول او هو رقم واحد حتى هذه اللحظه. ان شاء الله خلال السنوات القادمه يكون النادي الاهلي هو رقم واحد بمجهود حضراتكم. جمهور النادي الاهلي كالعاده هو الاول في اي شيء، ثانيا مجلس اداره النادي الاهلي وجهازه الفني ولاعبيه اللي دايما بيبقوا على قلب رجل واحد، وعائله الاهلي. عائله الاهلي اسم ما جاش من فراغ، اسم دائما بنتكلم عنه وبنقوله، لأنها بالفعل هي عائلة. جمهور بيسندك، مجلس إدارة بيتخذ القرارات المناسبة علشان يوفر كل سبل الراحة لكل الفرق الرياضية، جهاز فني في كرة القدم على أعلى مستوى، سواء مستر بيتسو موسيماني أو بقية الجهاز اللي موجود معاه، جهاز إداري على أعلى مستوى، ولاعبين الحقيقة على قدر المسؤولية، عارفين هم بيعملوا إيه، عارفين هم عايزين إيه، عارفين الهدف بتاعهم إيه. وبالتالي إحنا بننافس ريال مدريد، ما بننافسش حد تاني، المنافسة مع ريال مدريد.